contesti di guerra o di crisi, sono sempre le persone più vulnerabili a pagare il prezzo più alto. Nonostante una strana percezione, secondo cui chi vive a Damasco non ha mai vissuto la guerra, la realtà è molto diversa e per i minori con disabilità e le loro famiglie in Siria le sfide non finiscono mai. Su questo tema Armadilla lavora dal 2006 insieme all'associazione di donne ZAM, una storica presenza dell'associazionismo siriano nata esattamente 60 anni fa, nel 1962. La direttrice del centro ZAM di Midan, Hawla Keneri, parte proprio dalle sfide. سواء من المجتمع او من مثلا الخدمات المقدمه للاطفال. عندنا كثير حالات الامهات بيتعرضوا للتنمر على اطفالهم وهم قادمين للمركز او هن رايحين لشي مكان او حتى بالمدرسه ما في تقبل لهذا الطفل. فنحن حاولنا انه نخفف من هي المعاناه على الاهالي ونعمل جلسات توعية للمجتمع عن طريق الإعلام الموجود بالبلد إنه هذا الطفل لازم نتقبله ونحترم خصوصيته ونحترم خصوصية والدته ونحترم مشاعره. كمان في عنا إنه معاناة الأهالي مع وسائل النقل، ما في مثلاً يطلع عليه الطفل أماكن العامة ما إله مثلاً مكان يقدر يلعب فيه مخصص، يعني ما عندنا التجهيزات بالبلد، فقدر الإمكان الدولة فيها مساعدات لهذا الطفل. لحتى قدرنا نعمل مصداقية عند الأهالي وعند المجتمع المحلي اللي كنا عم نشتغل فيه، نحن جمعية نسائية حسب البيئة اللي نحن عم نشتغل فيها، فكان هي كمان ساعدتنا إنه نعمل مصداقية عندهم ويبعثوا نسائهم لعنا هن والأطفال. فكان الحاجة الأساسية والأهم هي تدريب الأطفال ذوي الإعاقة، لأنه ما يعني أولاً نسبة الإعاقات زادت بالحرب، ثانياً ما في أماكن تستقبل هدول الأطفال. والهدف الأساسي الثاني هو رفع سوية العائلة، كون النساء صارت هي المسؤولة عن العائلة. في عنا احتياجات، خلينا نقول نحن مرينا بمرحلة خلينا نقول الفترة اللي قطعت فيها البلد هي فترة ضغوطات ناتجة عن الحرب، ناتجة عن الأزمة الاقتصادية اللي مرت فيها البلد، عن الظروف الاجتماعية اللي صارت مثل التهجير، فقدان أحد أفراد الأسرة. في كتير سيدات هن المعيلات لأسرهم، خلينا نقول هن عم يربوا أطفالهم لوحدهم. الشق الثاني اللي اشتغلنا عليه انه هي السيده تكون حدا منتج وفعال بالمجتمع، كونه هن سيدات الاغلب منهم يعني نسبه 90% هن ما لهم حاصلات على شهادات ولا تعليم. المشغل المهني قدم لهم كثير دورات لحتى يتعلموا مهن هن بحاجتها مثل الخياطه والكروشيه والتطريز والاكسسوارات. شبكنا مع مراكز ثانيه انه نبعثهم يتعلموا الحلاقه، الخياطه بشكل عام. حاولنا نكون انه الطفل متواجد عندنا بالمركز عم ياخذ الخدمه اللي هو بحاجته، وبنفس الوقت السيده تكون متواجده عندنا بالمركز عم تاخذ كمان الدعم اللي هي بحاجته، سواء هو دعم نفسي او هو تعليم مهني او هو محو اميه، لحتى تكون السيده مرتاحه اكثر، ما عليها ضغوطات انه وين بدها تروح بهذا الطفل بالوقت اللي هي عم تتعلم فيه. احتياجاتهم هي عم تكون اكثر احتياجات استشارات، خلينا نقول مشاكل المراهقين، مشاكل الاطفال، هن سيدات عندهم اطفال مراهقين، اطفال ذوي احتياج واطفال نفسيه، فهن بحاجه لهي الجلسات لحتى يفرغوا هاي الضغوطات الموجوده عندهم. في زيارات منزليه للبيت من المدربات لحتى يشوفوا كيف الاهل بيتعاملوا معه، سواء الجد او الست او العمه او الخال، لأنه نتيجة الحرب اضطرت العائلة تسكن مع بعض أكثر من كذا عائلة. البرنامج الثاني المهم كمان بالنسبة لنا هو طريقة التوعية من الأمهات القدامى اللي عم ياخذوا تدريب عنا بالمركز للأمهات اللي وافدين للمركز الجديد. الأم اللي عم تتلقى تأهيل عنا لما تعلم الأم الجديدة كيف تتعامل مع طفلة وشو هي النتائج اللي استفادتها من وجودها بجمعية زهرة المدائن، أكيد بتزيد ثقة الأم الجديدة وبتزيد من الأمل عندها. طبعاً التدريبات اللي الكادر خضع لها بفضل فريق بفضل جمعية أرمديلا هي كتير كبيرة وفريدة يعني بالمجتمع هون، ما حدا أخذها وما حدا خاضع لها،
فهذا كمان بيساعد انه يشوفوا الاهل مصداقية قديش هذا الشغل فيه مصداقية وقديش الطفل عم يحصل على تطور. المشروع الثاني اللي اشتغلنا عليه مع جمعية زهرة المدائن ومع زهرة المدائن بالإضافة لأرماديلا والجمعية الإيطالية هو أنه يكون هدول السيدات منتجات من خلال مشروع الزراعة المنزلية اللي خدم 150 سيدة. عنا سيدات منتجات صاروا يأمنوا غذاءهم بنفسهم حتى غذاء صار صحي أكثر لأطفالهم، وسيدات أخذوها مهنة أنهم يشتروا أراضي وصاروا ينتجوا فيها ويبيعوا إنتاجهم للسوق. أول شيء كنت مبتدئة ما بعرف شيء عن الزراعة، بعدين تعلمت مراحل علمونا وبلشت صرت أزرع. كانت بلقونة صغيرة بعدين كبرتها صارت أسطوح، صرت أزرع بشقف زريعة أسطوحي كبير، بشقف زريعة صغيرة تطلع الفاصوليا اللوبيا طلعت البندورة الخيار كله، طبعا هذا بإرشاد شو اسمه زهرة المدائن. بعدين تطورت أكثر وعدت دورة تانية كمان، دعوني زهرة المدائن لدورة تانية، فرحنا الشغل عليهم واخذونا على مشتل، رجيناهم الشغل عملي بالمشتل. بعدين اشتريت المزرعة، كنت شاري مزرعة من شي سنة، بلشت ازرع بعلي بالمزرعة صارت كبير عندي مني تطورت وبشكر كمان أرمانديلا اللي ساعدتني كمان بالدعم كله مونت منه، والحمد لله يعني بالمكفى طعمة طيبة وظريفة وتوفير كمان خضرة الأرمانديلا عطتنا بذور، بلشت وزعت منها لجيراني، وزعت منها لأخواتي، وزرعت منها بالمزرعة، بلشوا كله صار يزرع وصار يطلع عند منه إنتاج، يعني لو إنه استفادوا من طبخة، يعني أولا بطبخة بعدين مع مثل حكايتي بتتطور. المشروع القادم الجديد إن شاء الله هلأ اللي نحن بلشنا جديد هو مشروع الخياطة المنزلية، كمان بالتعاون مع أرمانديلا والجمعية الإيطالية فتحنا ورشة خياطة جديدة. حنخدم 150 سيدة رح ياخدوا تدريب خياطة، كل كورس عبارة عن شهر ونص، بيطلعوا من عنا أخدين عدة خياطة كاملة، ماكينة منزلية كمان، هذا بتساعدهم إنه هن يكونوا منتجين وإنه هن يعتمدوا على نفسهم. إحنا لازم نشتغل أكثر على جانب أولاً الدعم النفسي للسيدات لحتى يعرفوا حقوقهم وواجباتهم، التوعية المستمرة للمجتمع المحيط إنه هن بحاجة لحتى تكون هاي السيدة فاعلة، بحاجة هي لحتى تتعلم حقها إنه هي تتعلم، الدعم النفسي لهدول السيدات لأنه عم يتعرضوا سواء لعنف أو لزواج قاصرات أو لزواج قاصرات وإعاقات بنفس الوقت. فعم يكون دورنا الأساسي هو رفع مستوى الوعي بالبداية عند هدول السيدات، نزودهم خلينا نقول الحقيبة اللي هي التدريبية اللي بتساعدهم أنه يمتلكوا المعلومة، لأن هي برأيي تساعدهم وتضل معهم لبعدين، يعني انت لما بترجع شخص متوازن بتصير تقدر تعطي اكثر. حلمنا كجمعيه او كاشخاص فيها قائمين انه نقدر نوصل التدريبات اللي نحن عم نتلقاها لكل الجمعيات لحتى نفيد كل البلد فيها. حلمنا انه نكبر مشروعنا ونفتح مراكز ثانيه ونكون منتجين اكثر، نعلم هدول السيدات هن يكونوا منتجين ما يكونوا بحاجه حدا يساعدهم دائما. حلمنا الثاني كمان مهم جدا انه نقدر نوصل الاطفال اللي عندهم اعاقات انه يحققوا استقلاليه لذاتهم ويكونوا فاعلين بهذا المجتمع ويكونوا عالي على هذا المجتمع.